حكومة السوداني بالحرج دائما وأبدا، طالما هناك ليس تفاهم حقيقي ما بين الفصائل وما بين السياسة الأمريكية في العراق. نعم والدليل دائما أنا قلتها قبل، الهدنة تمشي في المصطلح العسكري ما بين السياسة الأمريكية ميدانيا وما بين الفصائل المسلحة، تسير بالكر والفر. الهدنة اليوم هي اليوم، نعم ضرب قاعدة عين الأسد كانت الملامح موجودة، والفصائل نعم يعني ما مهتمة بالأمور وضربت وخرقت الهدنة، ولكن أنا أعتقد الأمريكان إذا أرادوا مثل ما تفضل تقريركم، نعم وهذا جدا وارد بالمئة مئة وارد، لأن الأمريكان عندهم الورقة الرابحة هي التنظيمات الإرهابية الموجودة بالشرق الأوسط. إذا يعني ينطلب منهم أو يطلبون منهم الخروج ما عندهم مانع، إحنا نخرج وهاي المنظمات الإرهابية جدكم روحوا حلوها. فالمشكلة أنا أعتبرها ليست سهلة، يعني طلب الفصائل إذا أرادت تنفذ طلبها الأمريكان ما راح يقولون، ولكن سيدخلون العراق في دوامة من الصراع ومن القلق ومن عدم الاستقرار الأمني ما تحمد عقباها. نعم. لأن الأمريكان السيادة الجوية بيدهم، التكنولوجيا بيدهم، كل التحركات هم يعرفوها، ما معناه ده يقدرون كل شيء يسوون، ما عندهم مانع، ولا سيما هم دارسين، هم يريدون يلعبون على ورقة أخرى هي تنظيم الأقليم السني.